أنتقل بكم إلى العنوان الخامس. العنوان الخامس رجعة الحسين في آخر العصر القائمي الأول. سيرجع الحسين، لن أطيل الكلام، سأقرأ عليكم مما جاء في الحديث عنهم صلوات الله عليهم من الجزء الثامن من الكافي الشريف، والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، صفحة 170، رقم الحديث 250. الحديث هو الحديث الذي قرأت عليكم منه، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قال قتل علي بن أبي طالب وطعن الحسن، ولتعلن علوا كبيرا، قال قتل الحسين. والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول وهو يحدثنا عن خروج الحسين فيقول: خروج الحسين في 70 من أصحابه هم الذين قتلوا معه، وقد حدثهم بهذا الحديث في ليلة عاشوراء، مر علينا هذا الكلام. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب. البيض جمع لبيضة، والبيضة هي الخوذة التي تلبس في الحرب وفي القتال. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان. المراد لكل بيضة وجهان، هناك تصميم ونقش وصورة في الجهة الأمامية وفي الجهة الخلفية، هذا هو وجه البيضة، وجه البيضة الخوذة التي تلبس. ولربما الرواية تريد أن تشير إلينا من أن هذه البيضة بهذه المواصفات ليست كالبيضة التي كانت تلبس في الأيام القديمة، وإنما تتناسب مع عصر الرجعة. قطعا الأسلحة ستكون مختلفة، كل شيء سيكون مختلفا. كم بين الحرب العالمية الثانية وهذه الأيام؟ مدة زمانية محدودة، لم تصل إلى قرن من الزمان. دون القرن من الزمان ما بين الحرب العالمية الثانية وما بين أيامنا هذه، كم هو الفارق في التكنولوجيا، وكم هو الفارق في الأسلحة والتدريب، وكم هو الفارق في الطائرات والصواريخ، وكم وكم وكم. لكن الأحاديث لابد أن تأتي باللسان المناسب للمتلقي في زمانه أو في الأزمنة القادمة. وضعوا لنا هذه الإشارة، فما كان معروفا أن الخوذة لها وجهان. على أي حال، هذا ليس مهما، حديثنا ليس في التفاصيل،
حديثنا في الخطوط العامة لهذه العناوين الرئيسة التي وضعتها بين أيديكم في قائمة العناوين في الحلقة الأولى. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان، هؤلاء ماذا يفعلون؟ 70 المؤدون إلى الناس، سيتحركون بين الناس، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين، أن هذا الحسين قد خرج إليكم، حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان، لأن البرنامج الإبليسي سيتحرك تحركا هائلا وسيخرج للناس ما يخرج، إن كان ذلك في الزمان القريب من عصر الظهور أو في زمان الظهور، سيخرج ما يخرج للناس من الألاعيب التي سيجعل المؤمنين يشككون في الحقائق التي ستكون. ولذا فعملية التمهيد من قبل أصحاب الحسين لابد أن تتحرك على الأرض، ومن هنا سيكون ظهور الحسين في زمان القائم صلوات الله عليه، كي يمهد القائم لرجعة الحسين، وكي يصدق الناس بذلك من خلال برنامج تمهيد إمام زماننا لكل تلك التفاصيل، كي يرشد الإمام القائم الناس إلى الحسين. هذا هو السر في رجعة الحسين أيام القائم صلوات الله وسلامه عليه. وسيستعين القائم بأصحاب الحسين كي يبينوا الحقيقة للناس. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان، هؤلاء هم المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين. أن هذا الحسين قد خرج، حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان، والحجة القائم بين أظهرهم، بين أظهر الناس، هو الحاكم حينما يظهر الحسين راجعا. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين، تلاحظون أن المجتمع ما هو بمجتمع معصوم، هو بحاجة إلى تبليغ. ولذا فإن العقيدة الصحيحة في عصر الغيبة ستكون سببا في ثبات القلوب في عصر الظهور وفي عصر الرجعة. هذا المضمون، هذا المضمون هو الذي أشارت إليه زيارة آل ياسين. فماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هذه الزيارة التي وردتنا من الناحية المقدسة من إمام زماننا. وأن رجعتكم حق لا ريب فيها،
يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالعقيدة السليمة في زمان الغيبة تقودنا إلى الموقف السليم في زمان الظهور وفي زمان الرجعة في بداياتها، إن أدركنا ذلك أو إن رجعنا في ذلك الزمان. الحكاية حكاية ما هي بحكاية يسيرة، فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت، حينئذ يقتل إمامنا، جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، قطعا سيلحده في حرم الله في أشرف أرض في كربلاء، سيلحده في كربلاء في أشرف أرض وأشرف مكان في كربلاء حرم الحسين، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ثم يقول إمامنا الصادق مبينا هذه القاعدة: ولا يلي الوصي إلا الوصي، لا يلي الصديق إلا الصديق، ولا يلي الوصي إلا الوصي. هذه من القواعد الواضحة والثابتة في شؤون محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل، أأخذكم إلى لقطة أخرى. هذا هو الجزء الثاني من الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنة 573 للهجرة. وهذا الحديث قد أشرت إليه وقرأت شيئا منه، صفحة 848، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، الجزء الثاني صفحة 848، الحديث 63 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال الحسين بن علي لأصحابه قبل أن يقتل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا بني إنك ستساق إلى العراق، إلى آخر الكلام الذي قرأته، إلى آخر الكلام الذي قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة، حديثه في ليلة عاشوراء مع أصحابه. ثم ماذا قال سيد الشهداء؟ ثم أمكثوا ما شاء الله فأكون، ثم أمكث ما شاء الله يعني في عالم ما بعد الدنيا. إن ميتنا لم يمت أمير المؤمنين يقول، وهذا الحديث ينقله لنا عن رسول الله، والكلام هذا في نهج البلاغة الشريف، في عالم ما بعد الدنيا: ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأخرج خرجة يوافق ذلك
خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمنا وحياة رسول الله. الكلام هنا إما أن الإمام الباقر أجمل عصر الرجعة العظيمة، وإما فإن الحديث عن العصر القائمي الأول وأن رسول الله وأن أمير المؤمنين سيكون لهم حضور لكنه ليس ظاهرا أمام الناس مثل ما مر علينا في حضورهم إلى جبل رضوى. أنا قرأت حديث جبل رضوى لأجل أن يكون مقدمة لفهم هذا الحديث، ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمنا وحياة رسول الله. فإما أن الحديث إجمال لعصر الرجعة باعتبار أن الإمام الحسين سيخرج في عصر القائم، وللقائم كرة وللقائم أوبة أيضا، والأمير له كرات، ورسول الله له الرجعة العظمى في دولته العظمى وله كرات أيضا قبل ذلك. فإما هو إجمال لعصر الرجعة العظيمة ما بين القائم إلى رسول الله، وما بينهما رجعات أمير المؤمنين، وإما أن الكلام بالضبط مثل ما جاء في حديث جبل رضوى، فأمير المؤمنين موجود، رسول الله موجود، لكن ذلك ليس بمرأى من الناس، وهذا هو الأولى، ينسجم مع الحديث الذي قرأته عليكم من الكافي من جهة تمهيد القائم للحسين، ومن جهة أن أصحاب الحسين يؤدون للناس ويقربون الناس ويفهمون الناس من أن هذا هو الحسين. لو كان رسول الله حاضرا وأمير المؤمنين حاضرا بمرأى من الناس لاختلف سياق الحديث الذي قرأته عليكم. فللأمير حضور ولرسول الله حضور، ولكن بعيدا عن مرأى الناس كحضورهم في جبل رضوى. ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمنا وحياة رسول الله. والتعبير بقيام قائمنا واضح فيه إشارة إلى العصر القائمي الأول، لأنهم يتحدثون عن العصر القائمي الأول بقيام القائم، وحينما يكون الحديث عن العصر القائمي الثاني فإن الحديث سيكون كرة ورجعة. المضامين تتضح شيئا فشيئا. هذا هو تفسير العياشي الجزء الثاني. إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 305، الحديث 23. ك
كرة الحسين تبدأ في نهاية العصر القائمي الأول، هذه الكرة الأولى، تمهيد من قبل إمام زماننا لحكم الحسين في كرته الأولى، وتمهيد من قبل أصحابه أيضا. ومر الكلام، وهذا كلام مجمل، من أبرز ملامح كرة الحسين الأولى المرحلة الثانية للثأر الحسيني. ومثل ما قلت لكم، الثأر الحسيني برنامج تطهير صفحة 305 من الجزء الثاني من تفسير العياشي، الحديث 23 عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد الله، أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن أول من يكر إلى الدنيا الحسين بن علي وأصحابه. هذا في العصر القائمي الأول. ويزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلهم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم، في نهاية السهم هناك ريشة، ريشتان، ثلاث ريشات. ريشة السهم التي تكون في الجانب الأيمن من السهم لا بد أن تكون مساوية في وزنها وفي حجمها ومساحتها وفي شكلها بالضبط بالدقة مع ريشة السهم في الجانب الأيسر، وإلا فإن السهم لن ينطلق بشكل صحيح، ستكون انطلاقته انطلاقة خائبة. فلذلك يقولون في التعابير العربية: حذو القذة بالقذة. لابد أن تكون ريشات السهم التي تكون في آخر السهم أكانت ريشة واحدة على اليمين وأخرى على اليسار، أم كانت ريشتان على اليمين وريشتان على اليسار، أم أكثر من ذلك. لابد أن تكون جميع الريشات متساوية متطابقة وزنا حجما مساحة شكلا اتجاها حركة في كل شيء حتى ينطلق السهم بشكل صحيح. إن أول من يكر إلى الدنيا الحسين بن علي وأصحابه ويزيد بن معاوية، إن أول من يكر إلى الدنيا الحسين بن علي وأصحابه ويزيد بن معاوية إن أول من يكر إلى الدنيا الحسين بن علي وأصحابه ويزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلهم الحسين وأصحابه فيقتلهم حذو القذة بالقذة. قطعا هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول في معنى الثأر الحسيني، وهذا سيأتينا. ذكرت لكم شيئا من معنى ومضمون الثأر الحسيني قبل قليل، لكنني لم أكمل حديثي، سيأتيكم الحديث مفصلا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة.
هذا ملمح واضح من ملامح كرة الحسين الأولى. قطعا ترقي العقل سيستمر بنحو أرقى وأرقى، وانتشار العلم سيستمر بنحو أوسع وأوسع، وكذلك بسط العدل وتجفيف منابع المعصية وتحجيم المشروع الإبليسي إلى أبعد الحدود، حتى نصل إلى الوقت المعلوم زمان الدولة العلوية الكبرى. هذه التفاصيل ستكون في حالة تصاعد وترقي، مثلما مر الكلام فيما يرتبط بالعصر القائمي الأول، فإنه سيستمر في عصر الكرة الحسينية الأولى. ستكون الأوضاع أرقى وأرقى وأرقى. أقرأ عليكم من كامل الزيارات من الطبعة نفسها التي قرأت عليها قبل، من الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها قبل قليل. الباب 50، الحديث 3، عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. سأقرأ جانبا من الحديث الذي يرتبط بعصر الرجعة وعصر الكرة الحسينية. قال لي الإمام الصادق: يا مفضل، أزيدك بأي شيء الإمام يريد إزادته فيما يرتبط بعاقبة زوار الحسين، فيما يرتبط بأجر وثواب زوار الحسين؟ الحديث طويل، أنا سأقرأ ما يرتبط بعصر الرجعة فقط. الإمام الصادق حدث المفضل بن عمر عن فضيلة زيارة الحسين وعن عظيم ثواب زوار الحسين، إلى أن قال: يا مفضل، أزيدك؟ قلت: نعم سيدي. قال: كأني بسرير من نور قد وضع، وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء مكللة بالجواهر. هذه المعاني تقريبية، الحقيقة أعظم من ذلك، لكن هذه التعابير وهذه الألفاظ هي التي يراها العرب بحسب ثقافتهم، بحسب لغتهم، هي الذروة، هي القمة. كأني بسرير من نور قد وضع، وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء. كأني بسرير من نور قد وضع، وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء مكللة بالجواهر، وكأني بالحسين جالس على ذلك السرير، وحوله 90,000 90,000 قبة خضراء، وكأني بالمؤمنين
يزورونه ويسلمون عليه، فيقول الله عز وجل لهم: أوليائي سلوني، فطالما أوذيتم، متى أوذوا؟ في الدنيا قبل الرجعة. هؤلاء يزورون الحسين في الرجعة: فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدتم، فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. هم في الدنيا، هذا في عصر الرجعة، وإلا لا يقال لأهل الجنان هذا الكلام. فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لكم. أهل الجنان هم يقولون للشيء كن فيكون، لا تقضى حوائجه، وإنما هذا في الدنيا. فلاحظوا كيف أن التطور وأن الترقي سيكون في عصر الرجعة العظيمة، ونحن نتحدث عن الكرة الأولى، فما بالكم إذا وصل الحديث إلى الدولة المحمدية العظمى. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى وتدبروا فيه. كأني بسرير من نور قد وضع، وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء مكللة بالجواهر، وكأني بالحسين جالس على ذلك السرير، وحوله 90,000 قبة خضراء، وكأني بالمؤمنين يزورونه ويسلمون عليه. ما هو الفارق بين الزيارة المخصوصة والمطلقة؟ الزيارات المخصوصة يكون الإمام الحسين موجودا، الزيارات المطلقة قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. إنني أتحدث عن حرمه الشريف. هذه زيارة مخصوصة في عصر الرجعة، وكأني بالحسين جالس على ذلك السرير، وحوله 90,000 قبة خضراء، وكأني بالمؤمنين يزورونه ويسلمون عليه، فيقول الله عز وجل لهم: أوليائي سلوني. هذا الكلام لا يقال لأهل الجنان، لأهل الدنيا. هؤلاء هم الذين رجعوا: أوليائي سلوني، فطالما أوذيتم. قبل الرجعة في حياتهم الدنيوية قبل الظهور: فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدتم، فهذا يوم، يوم زيارتهم المخصوصة للحسين في عصر الرجعة في الكرة الحسينية، فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لكم. فيكون أكلهم وشربهم في الجنة، فهذه والله الكرامة التي لا انقضاء لها. وفي النسخ القديمة الأصلية: فيكون أكلهم وشربهم من الجنة وليس في الجنة. إلا إذا أريد بمعنى الجنة كربلاء، فكربلاء جنة المؤمنين، لكن النسخ القديمة والمصادر القديمة التي نقلت عن هذا الكتاب: فيكون أكلهم وشربهم من الجنة وليس في الجنة. ولا ضير حتى إذا أردنا أن نذهب مع هذه النسخة، إلا أن النسخ الصحيحة من الجنة، حينما يكونون في زيارة الحسين. فأين ستكون الضيافة؟ في هذه
90,000 قبة خضراء حول قبة الحسين، ويكون الطعام من الجنة. من أية جنة؟ من جنة محمد، من جنة محمد، وهو تمهيد لجنة محمد التي هي الدولة المحمدية العظمى. سيكون الطعام من تلك الجنة، فتلك الجنة موجودة لكنها مخفية عن أنظار الناس، كحوض الكوثر في الدنيا موجود لكنه مخفي عن أنظار الناس، سيظهر للناس في عصر الرجعة العظيمة. هذه أسرار ثقافة محمد وآل محمد من عمق حديثهم. أنتم لستم شيعة، ثقافتكم ثقافة مراجع النجف. مراجع النجف شوافع معتزلة لا علاقة لهم بثقافة محمد وآل محمد. هذا الكتاب من أوثق كتبنا. هذا الكتاب إن لم يكن في رواياته من جهة الوثاقة، إن لم يكن أوثق من الكافي فهو بوثاقة الكافي. أقول هذا الكلام لأجل أن أخبركم عن مدى وثاقة هذا الكتاب، وإلا فالكافي وهذا الكتاب وكتب الشيخ الصدوق كلها بوثاقة واحدة، بدرجة واحدة، لأنها نقلت من كتبنا الأصلية التي نقلت الحديث عن أئمتنا صلوات الله عليهم بشكل مباشر. فيكون أكلهم وشربهم من الجنة بحسب النسخ الأصلية القديمة. ثم يقول إمامنا الصادق: فهذه والله الكرامة التي لا انقضاء لها ولا يدرك منتهاها. كل هذا في عصر الرجعة العظيمة.